الأسئلة التي وردت. معالي الشيخ يقول: أعطيت شخصا من زكاة مالي ولم أخبره أنها زكاة. إذا كنت يغلب على ظنك أو تعلم أنه محتاج فلا حاجة أن تخبره لأنها زكاة، إلا إذا كان هو لا يقبل الزكاة، يعرف عنه أنه لا يقبل الزكاة فأنت تخبره بذلك. نعم. أبو سعد أيضا له سؤال قريب من هذا، يقول: أبناء بنتي محتاجون، هل يجوز أن أصرف الزكاة لهم؟ لا، لا تحل زكاة الوالد لولده ولا زكاة الولد لوالده، عمودي النسب، لا تحل زكاة بعضهم لبعض، لأن الواجب عليك أن تنفق عليهم إذا كانوا محتاجين، ولا تعطيهم من زكاتك، تنفق عليهم. نعم.